كلين شوت لكن من الطرف الايمن يوسف انوار، يوسف انوار بالمهارة ما كاينش تسلل، كرة تسدد وتلت 3-0 3-0 للنجم مرمى المغرب التطواني. هنا الاعاده يوسف انوار لعب كره في ظهر المدافعين بشكل ممتاز جدا، الفكره الهجوميه لمصطفى اليوسفي جسده بهدف ثالث في مرمى الحارس محمد اليوسفي لتصبح النتيجه 3-0. مغرب التطواني يلعب اليوم واحده من اسوء مبارياته.